موهبة خط وأنا صغير كنت، وتتمرت معي ما طولت طيلة سنوات الدراسة وبالجامعة. الرسم انت بلشت فيها أيام الكورونا، طيب فراغي الطويل كان أعطانا حاجة أن نبدأ شوي، فتوصلت الرسم، رسمت عدة رسومات من بينها خارطة الخليل بآيات من سورة إبراهيم، وقبة الصخرة بآيات من سورة ياسين. الرسم إخراج الرسمة بالخط، تعرف الرسمة بدها ألوان وبدها حدود، لكن ترسمها بالكتابة هي كانت شوي المعضلة، لكن الحمد لله توصلت طريقة تطاوعني، يعني الخط الجميل فيه يطاوع الخطاط. اشتركت بمسابقات محلية مثل هذه مثلا معرض لمة، مسابقات خارجية أو معارض أنشطة خارجية بتركيا، ومعرض العقبة اللي حصلت فيه على دكتوراه فخرية بالخط العربي مع الدكتور ياسر جرابعة. والله الطموح لأي فنان لأي مبدع بأي مجال طموح كبير، لكن للأسف إن الواحد بيصطدم بالواقع قليلا ومن ساير الواقع. أنا نفسي إني أخلص أو أدرس الدكتوراه إجازة في الخط العربي، أخذها من خطاطين كبار، لكن هي تحتاج لسفر للخارج وملازمة خطاطين، يعني الشهادة الخطية تختلف عن الشهادة الأخرى، لازم خطاط وفي الخارج.